هعرض لكم حاجتين، اصل كده ينفع وكده ينفع، مفيش مشكله اطلاقا ما بين دي وما بين دي، طالما انا عايز اوجه الموضوع لراي معين او اتجاه معين. يعني نفس الكوره بنفس المعايير بنفس الشكل بنفس الحركات، بس الفانيلات مختلفه، اقول على دي تنفع واقول على دي مش تنفع. يعني الحته دي انا سمعتها محليا، لكن كمان جديد عليا ان انا اسمعها عربيا وافريقيا. جمال الشريف ما نصفش الاهلي في اي قرار قبل كده خالص، السنه اللي فاتت مع الوداد لو تتذكروا في ذهابا وايابا، حتى الراجل اللي هو بكاري جسام اللي كان عامل حاجات يعني تنرفز الحجر، تنرفز الحجر مش البني ادمين، يقول لك ايه انا مش شايف فيه اخطاء خالص، رغم ان الدقيقه كانت 86 وعماد متعب مع اجاير رايحين انفراد وحسبها تسلل، او طاقم التحكيم قال لك لا لا ما فيش مشكله، هو صفر قبل ما تروح. يا راجل انت هتشلني، انت هتشلني. طب شوفوا اللقطتين دول عشان تعرفوا التوجيهات بتبقى عامله ازاي في الاستوديوهات التحليليه. شوف قامله شويه، امال لو مش متفق معاك ماشي يلا يا سيدي مفيش مشكله، بعت لك الحاجه دي مش بعت لك الحاجه دي. السنه اللي فاتت الاهلي والوداد في نفس السنه، يعني ما عداش عليها مثلا 3 4 سنين فتقولي القانون اتغير والحياه اتغيرت، واصل انت كنت قديم شويه، وانت كنت ايام ما كنا الكرافطه عريضه شويه. امبارح لسه متفرج على سمير صبري كان لابس كرافطه عريضه قوي، فالحياه ما اتغيرتش ولا حاجه. ده في نفس السنه كان مثلا في شهر 11 وتشيلسي بيلعب الارسنال بعدها بحوالي شهر ونص ولا شهر، يعني لسه بتتكلم السنه ما خلصتش، يعني النتيجه ما غيرناهاش، 2017 لسه ما وصلتش حتى ل 2018، وتشيلسي بيلاعب الارسنال في الدوري الانجليزي، مباراه قمه ومباراه منتظره لكل الجماهير الانجليزيه في كل انحاء انجلترا بل في العالم اجمع، وكره وليد ازارو بتتعد كربون كربون من كره تشيلسي مع هازارد ان لم تخن الذاكره برضو، يعني كده واحنا بنجمع مع بعض يعني، وهعرض لكم الصوره دلوقتي يعني، وكانت هتبقى بنالتي وبنالتي اهي، اعرض الاثنين في النص بقى يا سمير بقى، يعني هات الاثنين في النص يعني. فالعمليه هي هي، يعني سبحان الله، حتى ده لابس احمر وده لابس ازرق، بس العكس كانت الوداد مع الاهلي، يعني الاثنين قريبين جدا، قريبين هي ده. خلي بالك اللي ذكروا ميها مينا كانت سيد، ذكروا بقى ابو تريكه وقعد في الاستوديو، كان قاعد في مباراه الوداد والاهلي، وكابتن جمال الشريف قال لك الكره دي مش ضربه جزاء، فبعد يعني بعدها بفتره نفس اللعبه، وابو تريكه قاعد برده في الاستوديو قال له فاكر اللعبه دي يا كابتن جمال؟ مش هي دي نفس اللعبه اللي انت بتقول عليها في مباراه الاهلي ضربه جزاء؟ النهارده دي ضربه جزاء. فيعني احنا الاقاويل بتتغير، اللي انا شايف يا ان كابتن المهاجم يا كابتن شريف طلعها بره وبعد كده تعامل معاها. يا كابتن شريف علينا ضرب جزاء، احنا لا رحنا بار ولا رحنا زورنا اي حد، والضرب الجزاء ودخلت فينا وكملنا المباراه. كابتن جمال الشريف بص بكاميرا التلفزيون النهارده، الفار ليه كاميرات خاصه، والناس قاعده النهارده من زوايا مختلفه في كاميرات خاصه، هو ازاي يحكم على لعبه من كاميرا التلفزيون؟ ده التيشيرت اساسا متقطع بتوريد ازارو. طب بصوا الاثنين دي، بصوا الاثنين دول اسف، يعني ده الاهلي مع الوداد وتشيلسي مع الارسنال، ايه الاختلاف ما بين الكورتين؟ دي اتحسبت اللي على اليمين في الدوري الانجليزي اتحسبت لتشيلسي، ده هازارد طبعا، واتحسبت بنالتي، والثانيه ما بين الوداد، ما بين الوداد والاهلي ما اتحسبتش بنالتي، لكن الراجل اللي موجود في الاستوديوهات التحليليه العالميه عشان مش عايز يعمل حاجه للاهلي او مش عايز يدي حاجه للاهلي قال لك دي وليد ازارو هو اللي راح للمهاجم، وليد ازارو اللي راح للمهاجم، لا في تهور ولا في اندفاع ولا في يعني حاجات ممكن تتحسب في القانون، هنا لا دي بنالتي وده تهور واندفاع ويستوجب عليه الانذار. ارجع يا عم سمير بقى، يعني الا تستحون، الا تخجلون او تخجلون، الا تعقلون، الا تفقهون، يعني الموضوع بالنسبه لكم اتجاه واحد وخلاص. ما فكرني وما قالش حاجه على الجول بتاع اول اغسطس الثالث. لا ما قالش حاجه، ما جابش سيرته. لا 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 ده ايه ده؟ عدى كده مرار الكرامه كان اجازه اليوم ده، يعني انتوا في الفاينل معانا كده الحمد لله، يعني ربنا هينصرنا عليكم برضه، يعني انتوا فاكر ابو خيمه زرقاء ده عادل يا ابني. انا عايز اقول لك على حاجه، فضل. الجول ده ايه يا كابتن جمال بتاع اول اغسطس؟ الراجل هو اللي راح للكره ولا الكره اللي راحت له؟ ده ضربه ركنيه يا كباتن، احنا عايزينك في مصر هنا بقى معانا. طيب انت في حد بيزعلك في حاجه؟ قول لي بس ما تزعلش. لا انا بنت انا بتكلمك عايز جمال الشريف ده راجل احنا كلنا بنحبك يا اخي، ده انت فخر للعرب كحكم العرب. هو الراجل ده بتاع مارادونا ولا في حد تاني؟ لا تاني كان بيقولوا لي حد تاني، انا كنت فاكر ان هو ده بتاع مارادونا. اقرش كده يمكن اجيب مارادونا، اقرش كده يمكن اجيب يعني. طيب خلينا نرجع تاني للماتش بقى،